انت لسه واقف؟ فك الحمار خلاص، فك الحمار. يا دولة اتأخرت ليه يا دولة بقى؟ اتأخرت يا ابني، بخلص بنجز يا ابني، عايزين ننجز لان انا لازم احل القضية دي النهاردة، ما عنديش وقت. جبت العدة وجبت الهدوم اللي هنتنكر بيها وجبت كل حاجة. الله عليك يا دولة، قضية كبيرة. الله، امال ايه يا ابني؟ قضية كبيرة ولازم احلها يا ابني، لان انا بص يا رمزي هضطر اسفا ان انا استعين بيك معايا عشان نحل القضية دي. طب ما تستعين بظابط احسن يا دولة. استعين بظابط ايه يا ابني؟ الفرق اللي بيني وبين الظابط 4 سنين. قالهم دول هم تدول الاربع سنين بتوع كليه شرطه بس. انا بقى ايه؟ ممارسه يا معلم. انا ياما اتسرقت. بس انت عمرك ما عرفت مين اللي سرقك يا دوله. اهي المقاوحه بتاعتك دي هي اللي هتخليني اشك فيك تاني. انا اسف يا دوله، خلاص مش هتكلم. هنعمل ايه بقى؟ انا سخنت دلوقتي يا سيدي. ادي العده وادي العدسه. بص بقى يا معلم، ده الدقيق، عايزك تمسك الدقيق ده يلا وترشه على الارضيه بتاعت البازار، ها، عشان لما الحرامي يمشي ويدوس على الدقيق نعرف مقاس رجله. يلا. اه يا دولة صح، بس ايه اللي هيجيب الحرامي تاني يا عم؟ ما خلاص شطب البازار. هو انت هتقوح معايا؟ هتقوح معايا هضطر استعين بحمار تاني غيرك خالص. الحرامي لازم هيجي يلا، لان انا قريت مره معلومه يعني كانت في سوبر ميكي بتقول ان النص يعود دائما لموقع الجريمه عشان يطمن يعني. الله عليك يا فاهم يا فاهم. يلا اتكل على الله. من هنا بقى عشان اللص ده اهو. ايوه دوله اهو كده. يا ده انت ما عرفتش انت ان انت حويت كده وانا دوله. ده هيقع في شر اعماله، هيقع في شر اعماله. استنى يلا، استنى استنى استنى. بس لقيت الحرامي. فين يا دوله؟ اهو ادي، اهو رجل وادي رجل وادي رجل وادي رجل وادي جزمه وادي جزمه. ولا رمزي يا دوله، انت بتلبس جزمه مقاس كام يالا؟ 40 يا دوله. 40 يا فلتت مني. الحرامي بيلبس 41، فرق نمرتين بس عنك. بس مش اشكال، مش اشكال، معلومه وعرفناها الحمد لله، معلومه وعرفناها. اللص يرتدي حذاء مقاس 43. الله، انت مش قلت 42 يا عم؟ ولا ما تقوحنيش كل شويه، لا ما تقوحنيش. اسمع الكلام وانت ساكت. ماشي انا اسف. شيل الحاجه دي، شيل الحاجه دي، هنخش على الخط بقى على طول. ماشي يا دول. ايه ده يا دول، احنا هنعمل ايه؟ نعمل خطه يالا. امال انت فاكر ايه؟ الخطة. وركز معايا في الخطة دي، عشان لو الخطة دي باظت هضطر اعمل خطة تانية. ايوه دولة، طب ما تعمل الخطة التانية على طول. تصدق أول مرة تقول حاجة صح يالا؟ اه والله صح 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 يالا، برافو عليك برافو عليك. أنا بتعلم منك برضه. سيبك من الخطة دي خالص. الخطة رقم 2. افهم بقى يا اخي، يا اخي افهم بقى، حرام عليك. ده انا متكلف ورق لغاية دلوقتي اكتر من اللي اتسرق مني في البازار، حرام عليك. معلش بقى، معلش بقى. معلش ايه بس؟ وهباب ايه يعني؟ انا لو بفهم في حمار كان فهم من بدري. ماشي، نعمل خطة جديدة. ماشي. الخطة 153. افهم، ركز معايا بقى. حاضر بقى يا دولة، انا اسف بقى. ولا 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 ما تقولش يا دولة، ما تقولش يا دولة يا غبي، احنا متنكرين، المفروض ما حدش يعرفنا. ارجع للاسم الحركي اللي انا قلته لك. نسيته يا دولة بقى. يلا الاسم الحركي اللي انا قلته لك في الخطة 112 يلا. اللي هو انا راضي وانت مرضيش. ماشي؟ ماشي. يعني يا راضي يا مرضيش. يا لا مرضي. انا راضي انت ما قطع الخطة دي، قطع الخطة دي، بلاش دي. ركز معايا بقى رمزي، رمزي بجد انت بتعصبني يعني. انا لو كنت لوحدي من غير ما حد يساعدني كان زماني دلوقتي ايه قافش الحراميه هو وامه واهاليهم. ماشي ماشي. الخطه 154. يعني احنا كده هو محدش يعني هيكتشفنا خالص ولا ايه؟ يلا استحاله، يلا استحاله، باللبس وبالتنكر ده مع الاسماء اللي احنا بنقول عليها استحاله حد يعرفنا. يلا يا راضي. ولا يا رمزي، ازيك عامل ايه؟ ايه يا عم كده، لا سلام ولا كلام.
شفت يا غبي، اديك اتفقست، التنكر بتاعك اهبل اصلا. ازيك يا استاذ عادل، عامل ايه؟ عرفك عرفك. ايوه ما عرفنا عشان انت قاعد جنبي يا غبي. اهلا يا سيد. معلش يا ده فتلس، احنا كنا مشغولين اليومين دولت، يعني انا وراضي. انت هتقول لي ما انا قاعد ومراقب وشايف، بس والله يا استاذ عادل ليك وحشه. على فكره مشاربكم النهارده عندي. حلو، افتح يلا افتح المحضر يلا. قال لك ايه مشاربكم عندي؟ انا عايز يصرف من الفلوس بتاعتي اللي سرقها من البازار. ركز يلا ركز. قفش خلاص. مش لازم الجدول، مش لازم الجدول. يعني يا فتلة، انت طول الوقت الفترة اللي فاتت قاعد عندنا في البازار مش كده؟ ده ايام ما كنت فاضي قبل ما البجلية تفرك في ايديا واسيبني من قعدة العواطلية دي. قعدة العواطلية دي؟ وقبل كده كنت بتعمل ايه امال؟ كنت لا مؤاخذة في اللفظ مقطوع قاعد مع الواد الفقري ده ليل نهار، لا شغلة ولا مشغلة. كنت افتح البازار الصبح معاه واقفله معاه. يفتحوا معاه ويقفلوا معاه. يعني افهم من كلامك ده يا فتلة ان انت كنت بتراقب زي ظله. زي ظله، زي ظله، زي ظله، زي ظله. لغاية ما في يوم قررت تضرب ضربتك يا معلم. بالظبط كده، وقلت لنفسي يا ولا يا فتلة سيبك من الواد رمز الخيخة ده وقلد الأستاذ عادل. اكتب قلد الأستاذ. ايه اللي انت شربته؟ الواد رمز الخيخة ده. اوف رجعها تاني، رجعها تاني. ماشي. وبعدين قلت تراقبنا انا بقى يا فتلة ودرستك انت كمان. ظني طلع في محنه يا معلم. في محنه. ودرستني وقلت ابدأ من مكان ما انت وقفت. بس وضربت ضربتك ودخلت على البازار وخلصت العملية. بازار ايه وعملية ايه؟ ايه الافكار الخايبة دي؟ دي كانت فكرة الواد رمزي، هو اللي كان عايز يفتح بازار باسمه. والله دولة مش قصدي يا دولة، دي كانت فكرة عايشة دولة وربنا انا اسف. ماشي بعدين بعدين. ماشي اصبر. يعني ده كل الاقوال اللي عندك؟ قلت بقى لنفسي يا ولا فتلة اشتغل في السياحة واكسب بالدولار، ما هو بقى باربعة جنيه دلوقتي. الدولار ب4 جنيه؟ شفت بقى شفت، علشان انت كنت بتكدبني يا عم وبتخليني في نظرك كداب وبخنصر. بتخنصر؟ اصبر، ده انا هفرجك. اشرب ال4 جنيه دي. حطيت كل راس مالي في مشروع استثماري سياحي تكنولوجي، بيع موبايلات واكسسوارات. فتلفون. فتلفون؟ يعني ايه موبايلات؟ ما بتشتغلش في بازارات ولا تماثيل ولا حاجه؟ ولا ليا اي علاقه بيهم. كده يبقى انت بره الليسته يا سيدي. لستة؟ لستة ايه؟ لستة كده اهو مش هتفهمها، وريني صوابعك. اتفضل. والتاني؟ اتفضل. والتاني؟ ماشي. كله 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 بقى. ماشي. هات هات هات. يلا اتكل على الله، اتكل على الله. ايه الورقة دي؟ ايه الوساخة كده؟ المحضر يا دولة. لا ارميه 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 كده، الخطة دي باظت والواد ده طلع بره الشك خالص وملهاش لازمة بقى. الخطة دي شكرا. ملهاش لازمة. نخش على الخطة الجديدة.